جاءت المبادرة الملكية الموجهة لأشقائه وإخوانه في المشرق العربي وخاصة في مجلس التعاون الخليجي، لتؤكد بأن المملكة المغربية كانت وستبقى دولة وسطية لا متطرفة في مواقفها، بل تأخذ الوقت للتفكير والتمحيص، وخصوصا إلى الالتزام والوفاء بكل الالتزامات التي قطعتها المملكة على نفسها كعضو جديد في مجلس التعاون الخليجي. وهذه المبادرة اليوم ستسمح بفتح آفاق الإصلاح ذات البين من دون مغالاة، وهذه مسألة كان ينتظر أن تقع. فالمغرب اليوم الذي اقترح وساطته لحل أزمة قطر فهي مبادرة استراتيجية ومبادرة مسؤولة تجعل من المغرب يحتفظ على دوره الذي لعبه دائما داخل الأسرة العربية والإسلامية، ألا وهو دور جمع الشمل ودور التوفيق بين المواقف وعدم الاصطفاف إلى هذا الجانب أو الآخر. فالمبادرة المغربية انضافت إليها مبادرة إنسانية أخرى تضامنية في هذا الشهر الفضيل، حيث قرر الملك بعث مجموعة من المساعدات التي تمكن إخواننا في دولة قطر أن يعيشوا بشكل طبيعي، إضافة إلى المبادرات الأخرى التي جاءت لتفك عنهم طوق الحصار. وبالتالي تكون المملكة المغربية قد أوفت بعهدها، قد أوفت بالتزاماتها، وفوق هذا وذاك أوفت بثقافتها والتزاماتها العربية الإسلامية والدولية.